إلى قطاع التجارة والتصدير، حيث قدم أمس وزير التجارة كمال الزيق جملة من الآليات والتدابير الجديدة المحفزة للتصدير من خلال توفير الظروف المناسبة لتحسينه المستمر وبهدف أحداث الإنعاش الاقتصادي. يأتي ذلك خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة تنظيم أبواب مفتوحة حول التصدير الذي حمل شعار التصدير قاطرة التنويع الاقتصادي، والتي ستدوم إلى غاية 25 مارس المقبل بالعاصمة. التغطية لمريم بن حداد. بادر قطاعنا بإدراج جملة من الإجراءات والتدابير التي ستساهم في تحقيق الأهداف المسطرة، إنشاء لجان ولائية على مستوى المحلي بهدف المتابعة والإطلاع عن كثب على سير عملية التصدير وموافاتنا بالتقارير، تكثيف تنظيم ورشات إعلامية تكوينية وتحسيسية موجهة إلى المتعاملين الاقتصاديين، تنظيم معارض مصغرة نبرز من خلالها القدرات الإنتاجية التي تسخر بها كل منطقة، توسيع تنظيم الدورات التكوينية في مهن التصدير، بوابة المنتوجات الوطنية التي ستساهم هي بدورها في التعريف بالمنتوجات الجزائرية القابلة للتصدير.